سنذهب إلى طهران مع حسام دياب. حسام، تصريحات للحرس الثوري الإيراني الذي يقول أنه استهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية وأصابها ودمرها، وكذلك كان هناك بيان للخارجية الإيرانية. ما أبرز ما ورد في هذه التصريحات سواء للحرس الثوري أو للخارجية الإيرانية حسام؟ نعم يحيى، يعني نبدأ ببيان الحرس الثوري الإيراني الثاني، والذي يحتوي جزئية ذكرت أيضا في البيان الأول، وهو أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران ومن نقاط مختلفة أيضا اتجهت نحو أهداف عسكرية. حجم الدمار الذي حققته هذه أو ما أطلقته إيران متروك للساعات القادمة وللبيانات وللصور التي ستخرج من قبل الجانب الإسرائيلي في حال كان هناك وجود لضربات ولدمار فعلي على الأرض وخسائر مادية أو حتى بشرية، ومدى شجاعة أو جرأة الطرف الإسرائيلي على نشر ما سيكون على الأرض فعليا هو ما سيثبت ما كانت تتحدث عنه إيران خلال الساعات القليلة الماضية. هذا من ناحية. بيان الخارجية الإيرانية خرج أيضا منذ قليل، وهو كان يقول بأن الرد الإيراني كان بناء على المادة 51 من قوانين الأمم المتحدة، وبأن إيران تعمل بمسؤولية وبتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة وحتى على مستوى الأطراف الإقليمية. البيان أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، وأنه في حال كان هناك حاجة للرد بشكل أقوى من قبل الجانب الإيراني ردا على أي عمل عسكري، فإن هذا الأمر سيكون حاضر لا محالة. ويبدو بأنها إشارة للجانب الإسرائيلي وحتى لواشنطن لما يتعلق بمسألة الرد الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل خلال الأيام الماضية، وأنها ستعمل وفق القراءة التي ستخرج بها بعد الضربة الإيرانية، الضربة الانتقامية لاستهداف قنصليتها في دمشق. كيف سيكون هذا الرد على الضربة الإيرانية متروك للجانب الإسرائيلي؟ كانت تتحدث منذ قليل إيران عن أنها أو بعثت إيران لدى الأمم المتحدة بأن هذه الضربة الإيرانية خرجت وانتهت، وبأنها أيضا كان من الممكن أن يتم تلافي هذه الضربة لو كان مجلس الأمن قام بمهامه على أكمل وجه وقام بمحاسبة إسرائيل بشكل مباشر. هذا الكلام خرج يوم أمس تحديدا من نفس البعثة الإيرانية الموجودة لدى الأمم المتحدة. لو كان مجلس الأمن قام بمهامه وقامت الدول التي تملك علاقة قوية مع إسرائيل بالضغط على إسرائيل لعدم القيام بأمر مماثل أو عدم التصعيد، كان من الممكن تلافي هذه الضربة. إيران ترى بأنها قامت بما عليها حتى الآن، وترى بأنها جاهزة لأي سيناريو قادم. هذه السيناريوهات مفتوحة بطبيعة الحال، لا يزال هناك أسلحة، طائرات مسيرة، صواريخ كانت تتحدث عنها إيران لم تتحدث عن أنها استخدمتها حتى الآن. نستطيع أن نفهم يعني حسام.